بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ومن بعده طلعت الممثلة دانيلا رحمة على المسرح لتقديم الحفل، ولكنها كانت متوترة كتير. متوترة كتير، مبارح كنت متوترة أكتر، لأنه مبارح كان بدي أطلع على المسرح وفخامة رئيس الجمهورية كان موجود، وكان قلبي عم يدق كتير، كان في كتير عالم، كان بدي أطلع أحكي عن قصتي أنا، نجاحي بلبنان كلبنانية مغتربة. وخلال الحفل تم تكريم عدد من النماذج الفنية والمجتمعية ويلي كانت ملهمة للطاقة الإيجابية، ومنهم دانيلا. أنا اليوم واقفة معهم كسفيرة، يعني أنا ما تخيلت بحياتي أن أوقف قدام عالم من بلدي ببلدي عم بحكي عن قصة نجاحي ببلدي، وأنا ما ربيت هون ولا خلقت هون، بس this is my mother country، فكتير بيعني الموضوع، مبسوطة من كل قلبي. وكنت عم أقول مبارح أنه حلو النجاح بالحياة، حلو كتير الواحد ينجح. وعن مجمل نشاط الفني والخيري، تكرم البوب ستار رامي عياش ضمن الوجوه الفنية الموجودة بالحفل. وكشفت لنا دانيلا عن مشاريعها بالفترة القادمة. رايحة next week على أستراليا تشوف أهلي، حقعد هونيك شي 3-4 weeks وراجعة، و يعني مفروض ما كتير أخذ فرصة طويلة، يعني بنرجع نقلع ما بعرف إذا حأعمل شيء قبل رمضان، عم نحكي ببروجي قبل رمضان، وطبعا رمضان الجاي، ولازم أنا هيك أشتغل شوي على حالي أكتر، بدي أرجع فوت بدروس تمثيل العربي بدي أقوي أكتر. وبعد تجربتها الأخيرة بمسلسل الكاتب، يا ترى شو ممكن تعمل برمضان القادم؟ تنت الجاية خلاص، يعني كنا قاعدين أنا والمنتجة مع الأحسن، أنا عم نحكي قلت له بدي شيء رومانتيك وحب، وما بقى بدي شيء هيك هالقد قاسي، لأنه تعبت عن جد، شيء بتعب مجهولين، تعبتني كتير، شي was psychotic بالآخر، وقاعدة عم بتقتل العالم وعم ترتكب جرائم، وكل شيء فيها تحول وتغير، فهذا الشيء كان كتير صعب علي.